حينما كانت تحتفل القاهرة بألفيتها الأولى في شهر يناير عام 1969 بمناسبة مرور ألف عام على تأسيسها، كان لهذا العام مذاق ثقافي خاص، إذ احتفلت مصر بانطلاق أولى دورات معرض القاهرة الدولي للكتاب، أحد أكبر المعارض الثقافية في العالم وأقدمها. نشأة المعرض جاءت حين قرر وزير الثقافة آنذاك ثروت عكاشة إضفاء طابع ثقافي خلال الاحتفالات بالألفية، وبالفعل عهد إلى رئيس المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر الكاتبة سهير القلماوي بالإشراف على إقامة أول معرض للكتاب، وأصبح يقام سنويا حتى يومنا هذا. أقيم المعرض في بدء الأمر حتى عام 1983 بأرض المعارض الدولية بالجزيرة، وهو مقر دار الأوبرا حالياً، ثم انتقل إلى أرض المعارض الدولية بمدينة نصر بدءاً من الدورة 16، وبحلول عام 2019 ومع الاحتفال باليوبيل الذهبي للمعرض نقل إلى مقره الجديد بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس، وأقيم على مساحة 40,000 متر. دور معرض الكتاب الدولي لم يقتصر فقط على عرض الكتب في فروع المعرفة المختلفة من مصر والدول العربية والأجنبية المشاركة، بل تحول إلى مناسبة ثقافية كبرى يشارك فيها كبار رواد الفكر والأدب والفن إلى جانب العديد من الأنشطة والفعاليات الأخرى. وتطور الأمر خلال السنوات الماضية وفقاً لتوجيهات الرئيس السيسي ليتوافق مع رؤية مصر للتحول الرقمي، حيث قامت وزارة الثقافة بتطوير المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض لإتاحة البيع عبر الإنترنت وتوفير خدمات التوصيل بالتعاون مع وزارة الاتصالات ممثلة في البريد المصري لأي مكان داخل مصر. ويستهدف المعرض حالياً تحقيق فرص للتبادل الحر للكتاب في الشرق الأوسط والتعرف على أحدث ما وصل إليه الفكر والكلمة المطبوعة وتذليل صعوبة تسويق الكتاب من خلال عقد الاتفاقيات كتبادل حقوق التأليف والنشر والترجمة ومنح التوكيلات لمنطقة الشرق الأوسط ودراسة الوسائل والأساليب التي تساعد على نشر الثقافة والفكر بشكل أوسع.